اهلا وسهلا حضرة النائب. فيكي، شكرا. يعني اكيد المشاهدين ما كتير بيشوفوك على التي في اليوم، اطلالتك متميزه. اول شيء الله من خلال يخليكي. شاشتنا اكيد نحكي عن افعال اللي هي بتهدف لازاله الفقر، هالموضوع اللي هو كتير اساسي وكتير كبير وكتير هيك بده جهد لحتى يكون يتحقق بلبنان بهالظروف اللي احنا عم نعيشها، ومع كثافه النازحين يلي بتزيد مظبوط الفقر. مظبوط. تقدمت بالمشروع للمجلس من حوالي سنه ونص، الرئيس سعد الحريري عمل مثل تبني للمشروع لحتى يتصوت عليه بالمجلس. مظبوط. برايك هل رح يتم التصويت عليه ايه، بعتقد بالرغم من كل هالظروف يلي هلا عم نقطع فيها؟ مش بكره، اكيد بس انه بعد بالنتيجه بعتقد هيدا اولا، هيدي قضيه ما حدا بيقدر يرفض يصوت عليها بمجلس النواب. يعني انه نحن الفكره هون انه نساعد 8 9% من اللبنانيين الاكثر فقرا. ما بعتقد اي شخص نايب بيحترم حاله بيقدر ما يصوت لهالقانون. هلا الفكرة الأساسية بأفعال هي مش بس مساعدة للعيال الأكثر فقرا، هي صراحة استثمار بتأهيلهم. لأنه الفكرة انطلقت من حقيقة واقع أليم، إنه هالعيال الأكثر فقرا عندهم مشكلة ثانية، إنه أولادهم وقت بيصيروا بعمر يصيروا مصدر مدخول للعيلة، بيصيروا يشتغلوا وبالتالي مش عم يتعلموا، بيصير في نوع من دوامة اليأس إذا بدك، أو توريث الفقر. تنكسر هالحلقة هذه بدنا نأمن أنه الولاد يروحوا على المدرسة. عملتوا مثل دراسة أو إحصائية قديش في عنا عدد من الأشخاص يعاني من الفقر بلبنان، لطالما المشروع موجه مزبوط. للبنانية؟ مزبوط، هو للبنانية طبعا. اليوم عنا الإحصاءات كتير، وحقيقة طلعت إحصاءات جديدة، عنا 900,000 لبناني عم بيعيشوا تحت خط الفقر، ولكن عنا منهم 250,000 عم بيعيشوا تحت خط ما يسمى الفقر المدقع، يعني الفقر الأدنى أو الفقر المطلق. هيدول ال 250,000 لبناني عم بيعيشوا بأقل من 6 دولار بالنهار، يعني أقل من 9,000 ليرة بالنهار. وفكرة أفعال يعني إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان، فكرة أفعال هي مساعدة نقدية لهالعيال يلي بنعرفهم. بصراحة وزارة الشؤون عندها داتابيس، عندها هالأسامي موجودين، وعملت حقيقة جهد مع البنك الدولي لتقدر تعمل مسح كامل على كل لبنان، وتبين أولا أنه هيدي الظاهرة منا لا طائفية ولا مناطقية. في فقر بكل المناطق، ببيروت في فقر، بضواحي بيروت في فقر، بالعكس مع الايام عم بتزيد، مع وعم بتزيد. تردي الاوضاع الاقتصاديه عم بتزيد، وبالتالي ما بقى شيء يعني حقيقه موضوع بهم بس اذا بدك المناطق الاطراف، صارت بتعني كل اللبنانيين. فلنرجع للفكره انه عندنا نحن هالفقر، عندنا 250,000 تحت خط الفقر الادنى، هذا البرنامج بيتوجه لهالفئه هيدي يلي هي الفئه الاضعف اذا بدك، ويلي اكثر شيء بحاجه لمساعده من الدوله. واللي عم نقدمه هو ما يسمى مساعدة نقدية مشروطة. شو يعني؟ يعني بنعطي مساعدة نقدية اللي قيمتها ثلث الحد الأدنى، يعني 225,000 ليرة أو 150 دولار لكل عائلة يلي هي تحت خط الفقر المدقع، بس على شرطين، بدها تلتزم بشرطين. اللي هن؟ الشرط الأول إنه تحط أولادها بالمدرسة. أوكي. علما إنه المدرسة مجانية، يعني ما في كلفة على الأهل. يمكن بيبطل فيه مدخول للولاد خاصة بعد 13 و14 سنة، بس انه اول هذا الشرط الاول. والشرط الثاني انه الاهل يلتزموا او حقيقة يلتزموا بيعملوا تدريب مهني. يعني المطلوب منهم يعملوا تدريب مهني، طبعا بيكون مجاني كمان، ليقدروا هن اذا بدك يطوروا مهارات جديدة، يكسبوا مهارات جديدة، يقدروا منها يلاقوا فرص عمل. يعني كل الفكره، هل عملتوا دراسه ايضا لفرص العمل اللي ممكن يلاقوها وممكن يطلعوا من خلالها الماده؟ مزبوط، سؤالك بمحله. صار في كمان دراسه على سوق العمل، عملته الورد بنك، البنك الدولي. فانت عمليا معك حق، يعني بده يكون التدريب يكون حقيقه يعكس شو في طلب بالسوق.
وهذا اللي بده يصير. يعني طبعا نحن ما بدنا ندرب ناس على شيء مش مطلوب بالسوق. فالفكرة مساعدة مشروطة نقدية بتساعدهم أولا يأمنوا حاجاتهم الأساسية، لأنه $6 بالنهار ما بيقدر يأمن حاجاته الأساسية. يعني 225,000. إيه يعني، بس انتبهي 225,000 بتسمح للعائلة يعني $150 بالشهر، يعني حوالي $2,000 بالسنة. منه يمكن ما مش عم بقول انه بتصف بيطلعوا من الفقر، بس بيطلعوا من الفقر المدقع، يعني بينتقلوا من تحت خط الفقر المدقع لحالي. واهم شيء عم بيعلموا اولادهم، هذا الاهم شيء، يعني هذا استثمار بمستقبل الاولاد. عم بيعلموا اولادهم وعم بيكسبوا مهارات جديده ليقدروا هن يامنوا حالهم، تما يضلوا بحاجه لهالمساعده. يعني هذا اذا بدك نتامل انه لعدد كبير من هالاشخاص المستفيدين نقدر ننقلهم من حاله يلي هن منن قادرين يقوموا بحالهم لوضع يلي هن قادرين يقوموا بحالهم. بعد اقرار المشروع بالمجلس النيابي قديش بده وقت لحتى يتنفذ؟ هو ما بده وقت صراحه، ما بده وقت كثير. لاقول لك ليش، لانه اهم شيء هي الداتابيس، يعني اعرف مين هالعيال، وهيدي معروفة اليوم. واليوم حقيقة وزارة الشؤون الاجتماعية اللي عندها الداتابيس قاعدة المعلومات عم تعيد النظر فيها وعم بتدقق فيها وعم بتراجعها لتكون دقيقة وتكون مظبوطة. يعني انتو جهزتوا كل شيء لحتى في حال اقراره يبتدى تنفيذ المشروع مباشرة، بيقدر يبلش مباشرة. بدنا بس نتأكد، وهذا اللي عم نعمله هلأ، انه اولا في امكانيه للمدارس انه تستوعب هالولاد يلي مش عم بيروحوا على المدرسه، وهيدي تاكدنا منها. يعني اليوم عندنا قديش الاعمار الولاد يلي ما اكثر شيء يلي عم بيطلعوا حقيقه من المدارس من بعد 12 13، وعم بيوصل النسبه ل 50%، يعني عم بيوقفوا بعد الابتدائي. نحن بدنا اياهم يكفوا لثانوي، ف بهالطريقه هن بيكونوا عم بيكملوا مدرستهم. هلا نحن عم بدنا نتاكد اولا انه المدارس بيقدروا يستوعبوا هالاعداد، وهن بيقدروا، لانه نحن بنعرف انه اليوم في حوالي 200,000 سوري بالمدارس اللبنانيه، وبالتالي في امكانيه لاستيعاب بعض الالاف او عشرات الالاف يلي ممكن يجوا على المدرسه. في مناطق معينه اكثر من مناطق بحاجه لهالافعال؟ هي بكل صراحه في فقر مثل ما حكينا بكل لبنان، بس الفقر الاكبر هو بالشمال، يعني عكار وطرابلس، ولكن في بالبقاع، في بالجنوب، في ضاحيه بيروت، ضاحيه جنوبيه، في الضاحيه الشرقيه، حتى حوالي بيروت صار في نوع من من, من حزم بقص. يعني فموجوده بكل لبنان، بس العدد الاكبر، وطرابلس هي هلا اليوم على كل البحر المتوسط هي المدينه الافقر. ونحن هذا كمان ما بدنا ننسى نحن الوضع اللي نحن فيه، الوضع بلبنان ووضع المنطقه. يعني نحن موضوع الفقر، انا بقول دائما بقول انه ما له بس موضوع اخلاقي، ما له بس موضوع حقيقه واجبات تجاه هالفئه الاضعف، هو كمان موضوع بينعكس كمان على السلم الاهلي. لانه هالناس اذا لقيت انه ما عندها كله مسكر قدامها، شو عم نقلها؟ ونحن ما بدنا لهلأ، ما لجأت للعنف صراحة. وكان في هديك اليوم كنت عم شوف، كان في دراسة عملت بكل البلدان العربية، البلد يلي فيه أقل شيء مؤيدين للحركات الأصولية وخاصة لداعش هو لبنان. يعني البلد الوحيد من الباكستان للمغرب. نتيجة شو؟ نتيجة الفقر. لا، اللي أقل فيه اهتمام، يعني لأن هالشعب الطيب، هالشعب الطيب عم يتحمل أكثر من طاقته، بس بدنا نساعده. يعني ما بدنا نحن نعتبر إنه لأنه هالشعب ما عم بيلجأ للعنف إنه بدنا نتركه. عم نجنبه يعني. إيه، بدنا نجنبه، بدنا نساعده، بدنا نطلعه من هال. من سيتابع مع أفعال؟ يعني مين رح يتابع مع هالأشخاص؟ هلأ عمليا نحن هلأ اليوم الموضوع بلجنة المال. اوكي. وانا عم بضغط قد ما فيي لنسرع انه يطلع من لجنة المال. متى بيطلع من لجنة المال
الأرجح يروح على الهيئة العامة. هلا السؤال أيمتى عنا هيئة عامة؟ أيمتى حيكون عنا جلسة تشريعية؟ بس إنه حتى إذا ما صارت هلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة مفروض تصير يعني. فعلى أمل إنه تكون على الهيئة العامة ويقر مجلس النواب، ساعتها بعدين دغري بتتنفذ. طبعا في مشكلة تمويل، مش تمويل هال هذا اللي كان بدي اسألك من يمول. هلا اولا قبل ما اقول لك مين بيمول، اولا الدولة مفروض تمول، مين بده يمول؟ هلا طبعا المنظمات الدولية والدول المانحة كثير مهتمة بالموضوع، وهي عم تساعد يعني. اليوم اكثر المساعدات اللي عم توصل على وزارة الشؤون الاجتماعية هي من دول مانحة ومنظمات دولية اكثر من لبنان. البرنامج الموجود اليوم مع قاعدة البيانات اللي عم نعمل مع الوورلد بانك، اجى مصاري من الوورلد بانك ومن المجتمع الدولي اكثر من لبنان. فالدول مستعدة تساعد، بس انا بقول انه هيدي اولا هي واجب الدولة اللبنانية. هلا نحن بنعرف انه الدولة اللبنانية اليوم ما عندها امكانيات، ولكن بس تعطيكي رقم، كلفة هالاقتراح 70 مليون دولار سنويا. 70 مليون دولار يعني بس تناخد فكرة، يعني عم نحكي 5% من عجز الكهرباء، او عم نحكي 2% من خدمة الدين يعني فوائد اللي عم تدفع على الديون، او عم نحكي سلسلة الرتب والرواتب المطروحة هيدي مليار دولار. نحن عم نحكي بسبعين مليون، يعني بسبعين مليون بنكون عم نساعد 250,000 لبناني اللي هن بأمس الحاجة لمساعدة من الدولة اللبنانية. فبدعم من المنظمات الدولية، بدعم من المجتمع الدولي، وبكمان الدولة اللبنانية كمان بدها تحمل مسؤوليتها. يعني إذا هالمشروع عن دعم من كافة الأطياف أو الطوائف بيمشي، إذا ما ندعم ما كله في معك حق، سؤال بمحله يعني. هو كل شيء للأسف عنده بعد طائفي بلبنان، بس السلم الأهلي ما أنه طائفي، مزبوط؟ طبعا. يعني أولا الأرقام بتدل أنه في من كل الطوائف تحت خط الفوق المطقع، بس كمان غير انه في من كل الطوائف، موضوع السلم ما بيعني طائفه اكثر من طائفه ثانيه، وبالتالي موضوع الاستثمار بشبابنا وبالمستقبل ما بيعني طائفه اكثر من طائفه ثانيه. طيب اذا ما لقينا نحن فرص عمل لهالشباب شو عم نقول لهم؟ فلوا من البلد او فلوا من أو البلد او عملوا سرقه او التحقوا بحركات ارهابيه. ويلي ما عم بيصير ويلي ما حيصير ان شاء الله، بس كمان مش لانه ما عم بيصير نحن لازم ننسى هالفئه من المجتمع اللبناني. يعني افعال هي قدر المستطاع رح تنقذ هالفئه من الشعب اللبناني من التوجه نحو اي تطرف. مزبوط. ديني او غيره. مزبوط. الهدف العريض لافعال على امل التنفيذ. على امل التنفيذ، بس بدها تصير، ما في مهرب، بدها تاخذ وقت بس بدها تصير. هن لطالما متفقين انه ما بدهم تطرفات لازم يمشي هيدا الشيء. شكرا لجهودك ولحضورك ايضا جاي من الشمال لعنا لاستديوهاتنا ببيروت، شكرا لوقتك ايضا. شكرا. بنتابع مشاهدينا بعد الفاصل.